تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، تحيي وزارة المجاهدين وذوي الحقوق الذكرى 59 لعيدي الاستقلال والشباب 5 جويلية 1962-2021 تحت شعار صون للذاكرة واستكمال للمسيرة، وذلك عبر كامل ولايات الوطن، على أن تحتضن ولاية الجزائر الاحتفالات الرسمية للعيد الوطني يوم 5 جويلية 2021. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. تحيا الجزائر.